في 2005 خيروني بين 7 سنين سجن و15 سنة إبعاد على فرنسا، وأنا اخترت البقاء في وطني فلسطين 7 سنين داخل سجون الاحتلال. اليوم بعد تسليمي قرار نيتهم سحب هويتي وبعد إبعاد زوجتي وابني، أيضا أنا أخذت القرار بالبقاء في فلسطين. مولود في مدينة القدس، أبوي فلسطيني، أمي فرنسية، أيضا متزوج من صبية فرنسية موجودة في فرنسا مع طفلنا. اليوم كان عندنا عم مطارد في الانتفاضة الأولى، يجي الجيش يقتحم البيت يجمعنا كلنا كعائلة في غرفة واحدة ويفتشوا البيت. وأيضا حتى بعد ما مسك عمي كنت أروح على سجن رام الله نزور عمي، فمن هنا أول حالة اشتباك في الوعي ما بيني وبين الاحتلال. إنسان محتل أطلق النار علي بهدف ممكن يكون إصابتي، ممكن يكون بهدف شللي، ممكن يكون بهدف قتلي. أنا تعرضت لخمس حالات اعتقال، قضيت ما مجموعة تقريبا 9 سنوات في سجون الاحتلال. أول مرة بتذكرها مني كان بالعشرين سنة، يعني كان هي أصاب وهدي لأنه كان لساته صغير، كنت أصبر لأنه ما في حل تاني، بدي أروح عنده في السجن وأنا قوية كده. خدش هذا خيار كحب لبقائي في السجن. أسوأ موقع ممكن تحطي فيه بني آدم هو السجن. بس لما بدنا نحكي عن مفاهيم حرية واستقلال وحقوق شعب، في مجموعة بتتقدم عشان الباقي يتحرر، ما في مجال للخلاص من نار الاحتلال بطريقة وردية. أنا لو أخذت هذا القرار وطلعت، طب ما في غيري يجي يقول لك ما هو طلع، وهكذا. أهلي كلهم كانوا موجودين وداعمين، وأيضا العمل اللي قاموا فيه العائلة في فرنسا من حملات ومساندة وخلق رأي عام حول قضيتي، كله ساهم في تشجيعي وفي دفعي. أنا تعرفت على زوجتي بعد إطلاق سراحي بال 2011 في تبادل الأسرى، اللي كانت موجودة هنا في الاستقبال، بس يعني كان لقاء عادي. وبعدها ردينا التقينا بعدها بفترة يعني، فهيك تطورت العلاقة بيناتنا. I would love to raise my son in Palestine, but unfortunately, since I was 6 months pregnant, I was denied to enter Palestine. البلد. طفلي بعيش حالة أسرية غير مكتملة، بفقد فيها وجود الأب. في 3/9/2020 تلقيت أمر نية وزير الداخلية الاحتلال سحب إقامتي خلال مدة 30 يوم، وتم تمديدهم كمان مرة ل 13/11 من أجل تقديم الاعتراضات القانونية لوزير الداخلية على موضوع سحب الإقامة. أكيد يعني الاحتلال لعب في ورقة ضغط كبيرة علي. ما كان خبر سهل الصراحة، يعني هذا القرار هو بيستهدف وجودي كلي في البلد، فبالنسبة لي موضوع حساس، والإسرائيليين مدركين حساسية الموضوع لأنه هذا قرار هم بيعرفوا يمس وجود الإنسان في وطنه. يعني هو صلاح بده يضل هون يعيش هون، هو بده يعني يختار وين بده يعيش، مش هم اللي بيختاروا له. Thank you.